ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحه وخير. دايما معاكم جو مقرات كرش بو حبايبي وعم كاو كاو حبيبي يا جو حبيبي يا كوكو وحشنا جو جو حبايب قلبنا كالعاده. واليوم مطعم تعبني على الفيسبوك. انا بفتح الفيسبوك ما بلاقيش اصحابي، بلاقي اعلان للمطعم ده. ما هو حظ انا اكيد، ما اعرفش هل المطعم مشهور ولا لا. قول لنا ايه المطعم اللي معانا النهارده. النهارده يا جماعه احنا معانا مطعم خفيف كده لايت، انا مبسوط منه، اسمه فطار وعشاء، بيعمل سندوتشات فكرته لذيذه حلوه، جبنا معظم الحاجات نجربه ونقول لكم راينا. يا مسهل يا رب. هو عنده منيو للفطار ومنيو للعشاء، واحنا جبنا من ده وجبنا من ده. اي نعم في حاجات كتيره قوي عندهم مش موجوده، ما اعرفش ليه يعني ابو خنقوني في التليفون كل ما اقول له على حاجه، لا حضرتك دي غير متوفره، لا حضرتك دي، قلت له انتوا فاتحين ليه؟ ما علينا، اتمنى ان الاعلانات اللي على الفيسبوك دي تبقى يعني جايه بنتيجه، نجيب الحاجه ونرجع لكم على طول. وعايزين ايه يا باشا؟ عايزين 20,000 لايك شير فيديو في كل مكان، واللي لسه ما اشتركش في القناه بعد اذنك اشترك وفعل زر التنبيهات عشان يوصلك كل جديد، نجيب كل ما هو جديد ونرجع لكم على طول. وهي قد حضرت الاشياء، اهم حاجه العنوان بتاعه في مدينه نصر اول عباس عند بنك مصر. الباكجنج لذيذ بصراحه. حاجه زي كده يا جو؟ اللي ايوه انا طالب وكيل ما اعرفش. وادي حاجه هنا، اتفضل ده كل ده منيو العشاء. وادي حاجه الباكينج بتاعهم لطيف جدا جدا جدا. خدوا بالكم الاسعار بتاعه هزول السندوتشات وهميه، فيا رب يبقوا حلوين لان اسعارهم مميزه. اخر حاجه معانا يا مسهل يا رب. وكده يبقى جربنا الفطار والعشاء من عم فطار وعشاء، هنظبط الحاجه دي ونرجع لكم على طول. ويلا بينا نبتدي باول حاجه معانا، وده عرض المطعم عامله اسمه سوبر فطار. بتختار 6 سندوتشات من 13 سندوتش، احنا ما كانش موجود غير السته دول اساسا فجبناهم غصب يا رب. هنبتدي اول حاجه، ده اسمه جبنه ايه يا اخويا؟ مفلفله فينو. جبنه مفلفله فينو، شكلها كده زي ما تكون جبنه قديمه ومعاها بتاع ده طماطم وفلفل اخضر فقط لا غير، ولقمه العيش شكلها والله اعلم جميله. يلا بينا ندوق اول حاجه. سعر العرض كام؟ 59 جنيه. مظبوط. يلا بينا. جبنه كريمي بطعم المش. يعني هو مش مزبوط. جبنه قديمه ولا جبنه كريمي اللي هي السبريد، هو ميكس ما بين الاثنين. سبريد مش عارف ازاي عملوها بس مميزه، ولقمه العيش كما كنت متوقع. لقمه العيش وهم كمان. اول حاجه عايز اشكر الفرن الفينو اللي بتورد لهم فينو، بجد من احلى لقم الفينو اللي تاكلها في حياتك. لقمه مشمعه فيها سنه قرمشه مش معجنه جامد، لقمه وهم، وهي اللي مكمله معانا طبعا في الحمد لله ان الاحساس كويس. الجبنه زي ما حكيت لكم هي سبريد بطعم الجبنه القديمه، الطماطم والفلفل مش باين فيها بصراحه، انا حسيت بس بطعم الجبنه السبريد. الفلفل كان بيقرمش قوي، طعم حلو. انا يمكن ما كانش عندي كتير بس مش محتاجه. جميل، سعر كويس جدا. الساندوتش ده جوه الاوفر يقف تقريبا ب 10 جنيه. مظبوط. اه لطيف. كوكو ما عنديش اي اعتراض في اللي جو قاله، الجبنه عجبتني جدا، اللقمه تبقاش حلوه، الخضره جميله برده، السعر ممتاز، لو عرفتوا تقللوا يا ريت مفيش مشكله. نخش على بعد كده. تمام، وهنقيم في الاخر اوفر اول على البوكس ده. نخش بقى على تاني حاجه معانا يا جماعه. زي ما انتم شايفين كده ده سندوتش بيت اومليت ساده خالص. اه وبرضه هيبقى تقريبا سعره 10 جنيه في نفس العرض اللي ب 59 جنيه، 6 سندوتشات من اختيارك. يلا ندوق. يلا بينا. ملح وفلفل وبيت اومليت، والفكره انه مش قارص عليه في السوى فمش مجلده، فمعمول برضه بصراحه باحترافيه جميله جدا. هو مع لقمة العيش الحلوة مفيش غلطة بصراحة، يعني هي حاجة بسيطة جدا بس ما فيهاش غلطة. ممتاز. مفيش مشكلة فيه خالص. وحتى الآن البوكس ده يعني معلش، لا ده بنص تمن سندوتش الفراخ أو أقل من نص كمان. النهاردة إحنا يلا ربنا يتولانا كلنا مبسوطين أنا وكيرو حتى الآن، وهنجيب التالت حاجة في البوكس ونرجع لكم. ودلوقتي نخش في البابا غنوج، برضه لقمة العيش الوهمية، ويلا بينا ندوق. بابا غنوج في فينو؟ لا ما بسطتنيش. بابا غنوج جميل وكل حاجه بس طعمه مش قوي، ما فيهوش طعم الشوي بتاع البتنجان. انا حاسس انه عايز الطحينه شويه، مش يعني الطعم مش قد كده، بلس ان البابا غنوج في فينو لا يعني مش حركه هتعجبنا احنا كمصريين. اول حاجه للاسف ما تبسطنيش في هذا البوكس. في اختيارات كتيره كده كده بس يعني الحقوا بقى لو موجود اطلبوا في البدري. انا شايف بس انه كان عايز يزيد طحينه شويه. الفلو ما تعيش الفينو ما ضايقتنيش.
انا اتضايقت منها وكيرو ما ضايقتهوش، ويا رب بقى نرجع تاني لان كنا مبسوطين بصراحه. ان الساندوتش ده انا فصلني جدا، هنجيب اللي بعد كده ونرجع لكم. ونخش على اللي بعد كده بقى يا جماعه. زي ما انتم شايفين كده ده الشيبسي، بطاطس الشيبسي بالجبنه المفلفله. اكيد هيبقى جامد لان اللقمه مع الشيبسي مع الجبنه المفلفله بتاعتهم جربناها حلوين. يلا بينا. الشيبسي مش صبح خالص، معمول من الصبح، ولكن الميكس مع الجبنه المفلفله ممتاز بصراحه. بس الشيبسي ده مش طازه للاسف، فضايقني شويه، بس نص نص. الميكس جميل فعلا، بس الشيبسي كان محتاج انه يبقى طازه. متفقين انا وكوكو. يلا عايزين ننجز بقى عشان نخش على العشاء. ده اخر حاجه في الفطار. أيوه. هنجيب اخر حاجه ونرجع لكم. واخر ساندوتش معانا في البوكس ابو 59 جنيه ده اسمه جبنه طماطم. جبنه طماطم فينو. يلا بينا نتذوق اخر حاجه عشان نقلب على منيو العشاء. ما شاء الله مليان. ساندوتش بيزك جدا، ولكن لقمه العيش حاطاه في حته عاليه قوي. وطعم الجبنه غني هنا. مليان خيار وطماطم، والجبنه البيضة تحفه، ولقمه العيش هي اللي معليه. عشان نبقى متفقين، ده من احلى الساندوتشات في البوكس، والاثنين الاولانيين جامدين قوي. كوكو عجبني جدا، الجبنه غنيه طعمها قوي جدا، طماطم الخيار برده موجودين بكثره، فالساندوتش كان ممتاز جدا. اوفر اول ست سندوتشات ب 59 جنيه ممتازين بصراحه. مفيش واقع منهم غير بابا غنوج بالنسبه لي انا اكتر حاجه وقعت. هو فعلا بابا غنوج كان محتاج شويه طحينه تاني، والشيبسي كان محتاج يبقى طازه في الساندوتش الشيبسي، بس عدى مع الجبنه القديمه. ده بالنسبه لنا اوفر اول. شايف سنوشات محترمه جدا، كواليتي حلو، وفي نظافه في الموضوع مش قوي. لا بصراحه، وفي التغليف، التغليف ممتاز جدا بصراحه. والسعر مناسب برضو، بس لا. لو حبيتوا تقللوا برضو احنا ما عندناش اي مشكله. لو هتعملوا ب 10 جنيه احنا نبقى مبسوطين والله. تمام. اديله 9.5 من 10. ما عنديش مشاكل. 9.5 من 10 يستحق بصراحه، وحاجه كفطار ب 59 جنيه هتترس هتترس يعني. فطار الملوك. يلا بينا بقى ايه نخش على التقيل بقى، المنيو بتاع العشاء. حابب للمره المليون اشكرهم على التغليف بتاعهم، باعتين شوكه ومعلقه هاي كواليتي ومنديل، ومنديل مبلل ما شاء الله. لا هما بجد يعني الناس دي ايه بتخاطب الشعب المحترم. ده اللي احنا عايزين حاجه، بس توفروا المنتج عندكم يا ريت بعد اذنكم. مش عايزين نواقص. قول لنا ده ايه يا عم كوكو؟ ده زي ما انتم شايفين كده مكرونه بالكبده، ما شاء الله حجمه كبير وسعره 40 جنيه. يا مسهل يا رب. والكبده واخد ده حته الخل بتاعها مع الفلفل الاخضر، والمكرونه القلم دي مكرونه قلم وسباجيتي ميكس مكرونات. يلا بينا يا باشا. يلا بينا. المزيكا دي، المزيكا دي، الصلصه هنا مسكره، المزيكا دي طعمها جامد قوي، والكبده من ورا العقل، والمكرونه لوحدها وهم حكايه. لا عنده حق يظهر لي كل شويه على الفيسبوك والله العظيم. احنا قلنا عنوانه يا ابني. مدينه نصر اول عباس عند بنك مصر. يا رب يبقى بنك مصر ما يبقاش بنك تاني. الكبده وهم. التومه فيها برضه حلوه قوي. ما كانت باينه، هي كان شكلها باين. والكبده عارف ما فيش شده خالص، كبده كبده صافي. المكرونه وهم، اي نعم مهريه شويه بس لا اعتراض. سباجيتي فيها بصل وفلفل وفيها كل حاجه، بصل وفلفل اخضر والخل وال جميلة. لا جميلة يعني، أنا عايز أخلص من الفيديو النهاردة علشان هدب فيها في الآخر. دي جميلة جدا وسعرها برضو حلو. ممتازة ومليانة كبدة بصراحة، ومليانة مكرونة، والتغليف برضو ممتاز. كام؟ 9.5 من 10. هو نفس الرقم طبعا. احنا قلنا متفقين مش هندي عشرات كتير غير في الحاجات اللي هي اللي أول مرة ندوقها في حياتنا. 9.5 من 10 تقدروا انتوا تعتبروه 10 من 10. ممتاز جدا طبعا هذا الشيء. ويلا بينا نكمل في العشاء، ويلا بينا بقى نجرب مع شوقنا في منيو العشاء من عم افطار وعشاء. زي ما انتم شايفين كده ده سندوتش صدق اسكندراني عليه طماطم وبصل فقط لا غير، سعره 18 جنيه في لقمه العيش الوهميه. يلا بينا ندوق. يلا بينا. هو في حد قال ولا هو فين؟ معرفش. هو في تابل ضارب جامد قوي، وبعيد عن تتبيله السجق اللي احنا متعودين عليها، بس حاسس ان في سنه نظافه على 18 جنيه ف ممتاز. هخلص السندوتش كده ونجمع القائمه كلها. بالنسبه لعم السجق، هو القرنفل فيه كتير قوي، وبقى يعني بيلسع وبيحرق بعد ما بتخلص، وده ما عجبنيش.
تتبيله السجق مختلفه عن احنا بنحبها برضو ما فما كيفنيش. ممكن تحس بنظافه يعني اللحم باين الكلام ده كله، بس التتبيله والقرنفل كان زياده شويه فما مش كيفي فما عجبنيش. انا مش عارف اللسعه اللي كيلو بتكلم عليها دي هل من القرنفل، انا ما اعرفش بصراحه هل في قرنفل ولا لا، بس حاسه ممكن تيجي من فلفل اسود يعني. انا حاسس برضو بطعم فلفل اسود بصراحه، وهو اللي معلي معايا انا حته الحرق او الفاير، فمش عارف بس مختلف سجق مختلف. ولكن هل يعجبنا احنا ولا لا؟ بصراحه لا، يعني احنا بنحب السجق الاسكندراني. اسكندراني تدي له كام؟ صراحه اديله صفر. لا انا على النظافه والكواليتي والكميه والكلام ده كله 5 من 10. لذيذ للناس اللي عايزه تجرب حاجه جديده، قشطه يعني. ويلا بينا نروح احنا في سندوتش ناسينه. ايوه ده سندوتش من البوكس ابو 59 جنيه. احنا يعني جبنا 5 بس، جبنا 5 ما مش تقولوا لنا، مش تفكرونا تقولوا لنا جبتوا 5 بس، اللي بعد ورانا يا جماعه. طيب ده بيض مقلي. مظبوط بيض مقلي. وانا بقول لك مظبوط بيض مسلوق. ادي اللي يعتمد على كيلو في حاجه يقول لي مظبوط، عارف بيطبل لي وخلاص. يلا بينا ندوب. يلا بينا. اللقمة لو حطيت فيها ايه هيتحليه على ما اظن مع 9.5 ما اختلفتش اللي كنا مدينها له. طيب زي ما هو 9.5 البوكس بصراحة، وجربوا البوكس ده لانه من اجمل، والمكرونة بالكبدة وهم بصراحة. يلا بينا نكمل مع عم فطار وعشاء، ونخش على اخر حاجة معانا في الحادق للأسف يا جماعة. ايوان المطعم فطار وعشاء. ايوان زي ما انتوا شايفين كده، ده سندوتش حواوشي سعره 55 جنيه، وما شاء الله مليان لحم، بس كان عايز يتقرس على العيش شويه في الجريل. العيش باين قوي ان هو ايه، ابيض يا ورد. يعني ما اترس عليه بنكله، وكنت عايز حواوشي سجق ولكن للاسف قال لي مش موجود. خلصان يلا بينا ندوب. يلا بينا. انت قلت انه ب 55. يلا بينا. هنا سنختلف قليلا على حته معينه. الحواوشي ده كطعم تيبيكال من حواوشي العائلات اللي في ميدان سفير اللي هو ب 10 جنيه او ب 15 جنيه دلوقتي، او ممكن يوم ما يضربوا الدم هيبقوا ب 20 جنيه. ده ب 55 جنيه واصغر سنه من بتاع العائلات. ما حسيتش بلحم بصراحه، ده مش لحم، ده نفس الخلطه بتاعه العائلات. بلس ان لقمه العيش جايه على الله حكايتها. لا مش ده اللي انا مستنيه من المطعم ده، هذا رايي الشخصي، ونسمع راي عم كوكب. طيب انا بالنسبه لي لا الحواوشي عجبني، التوابل بتاعته انا شايفها التوابل الحواوشي حلوه، طبعا البصل والدهون والكلام ده، نسبه اللحم فيه مش كتيره بس جميل، طعمه عجبني جدا. انا للاسف صفر على الشمال، لان حتى لما جربناه في طلعت مصر الجديده يعني خلاص كان اسمه العائلات. العائلات راحت عليها، هي خلطه ودهون وبصل وانت مش فاهم حاجه، وهنا نفس الوضع بلس العيش. هنا طبعا العيش مبوظ التجربه خالص، والسعر والحجم اصغر من العائلات اللي هو اللي ب 15 جنيه او ماكسيموم هيبقى ب 20 جنيه، ده ب 55 جنيه. طبعا طبعا انا صفر. كوكو انا هديله 5 من 10. كيرو 5 وانا صفر، وسقطه جامده النهارده بالنسبه لي. انا ضايقتني قوي لان المطعم فوق، انا شايفه في حته جامده قوي وسقط نفسه بالحواوشي. يلا بينا نحلي، ويلا بينا نختم باخر حاجه. وزي ما انتم شايفين ده اسمه سكالانس فطار وعشاء، عباره عن ايه؟ موز، حلاوه، قشطه، عسل فقط لا غير. فيش مربى؟ لا. اوكي. سعره بصراحه مقارنه باصدقائه اللي بيعملوا السكالانس ده غالي جدا ب 25 جنيه وصغنون خالص. وحس ان لقمه العيش معرفش مختلفه ولا مهريه ولا مبيته غير التانيين. هندوق ونشوف. يلا بينا. مش ظابطها خالص، محشش قليل كمان. اول مره اكل سكالانس ما عجبنيش، ما اتكيفتش بصراحه. سكالانس ده بيكيف اي حد؟ لا ده مش سكالانس، وباسم المحل ب 25 جنيه نخلصه لعل وعسى يعني نقفش حاجه افضل. طب انا خلصته قبل جو ومفيش فيه اي حاجه مميزه، وبالعكس انا حاسس ان العيش فاضي، انت بتاكل طعم العيش بس. ماشي. الحلاوه باينه كده من بعيد، مفيش قشطه، الموز برده مفيش. اضافه سيئه، الموز اضافه سيئه. انا جت القطمه الاولانيه ما جاش فيها موز، القطمه الثانيه فيها موز اوحش من اللي من غير موز. فلا ميكس خايش.
طيب اوفر اول الناهيه من هذا المطعم جامد جدا في الوجبه، في الوجبه اللي هي ال 59 جنيه بصراحه، وهتلكمك 6 سندوتشات هيظبطوك، فطار غدا عشاء تجيبهم دول هيظبطوك. بالنسبه بقى منيو العشاء المكرونه بالكبده تدرس اختراع، تدرس بصراحه، والكبده على ابوه وما فيهاش عروق والكلام ده، لا كبده صافي. حواوشي هاو هاو ماشي حاول. انا بالنسبه لي مش هاو ولا ايه تاني، بس السجق كان القرنفل فيه كتير شويه. السجق انا بكتير بقول قرنفل، انا بقول فلفل اسود فيه كتير، ومش الخلطه اللي احنا متعودين عليها، فما عجبناش قوي. هو السكالانس ما سكالانسش، لا ده السكالانس يعني. بصوا انا بالنسبه لي السكالانس والحواوشي دول في حته مش المطعم يعني، ده تحس ان هو جابهم من المطعم اللي جنبه، لان هو بصراحه جامد جدا. بس انبسطت واكله يعني 90% منه حلو بالظبط، والاسعار كويسه لو يقدر يقللها كالعاده يا ريت بعد اذنك يقللها. طيب هندي له كام اوفرول؟ انا عارف الرقم ايه عشان السقطات دي، فللاسف انا هضطر ادي له 8.5 من 10. 7.5 من 10 وكيرو 8.5 من 10، ما اتفقناش، كنت حاسك هتقول 7.5. ليه ما قلتش 7.5؟ يبقى كيرو 8.5 وانا 7.5. ويا رب الفيديو بتاع النهارده يكون عجبكم واستفدتوا، وروحوا جربوا ضروري المكرونه بالكبده والساندوتشات اللي هي بتاعت الفطار، الست ساندوتشات اللي بتختارهم من 13 ساندوتش. وعايزين 20,000 لايك على الفيديو في كل مكان، واللي لسه ما اشتركش في القناه بعد اذنك اشترك وفعل زر التنبيهات عشان يوصلك كل جديد، ونشوفكم على خير في فيديوهات جديده. وكان معكم جوكر شبوي وكيرو، سلام.